سماء طرابلس التي ظلت نقية من شوائب الظلم وملوثات الانقلابيين، ها هي اليوم تستقبل قادة العدوان عليها بالبساط الأحمر بعد تكلفة باهظة الثمن وخطوط حمراء رسمها الشهداء والجرحى منعت تلك الميليشيات من دخولها بقوة السلاح. اليوم وبحضور مبعوث الأممي، عبد الله باتيلي اجتمع عدد من القيادات العسكرية وأعضاء لجنة خمسة زائد خمسة وممثلين لميليشيات حفتر من أجل ما سموه توحيد المؤسسة العسكرية ووضع آليات للتواصل وتنظيم الانتخابات وحيث أفادت مصادر من داخل الاجتماع برفض الممثلين عن قادة الثوار في طرابلس لترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للسباق الانتخابي الذي لاقى بدوره رفضا من قعيم وكيل وزاره داخليه مجرم الحرب حفتر بان الاخير خط احمر حسب ما قال المصدر وكان مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني قد قال ان المصالحه لا تكون الا بعد محاكمه المعتدين الذين سفكوا الدماء ولا يجوز اقامه الصلح نيابه عن المظلومين والمهجرين مؤكداً أن ميليشيات مجرم الحرب لم يسبق لها أن التزمت بأي عهد أو ميثاق، ويبدو أن سلسلة الاجتماعات المدعومة من المجتمع الدولي بين الجهات العسكرية لا زالت مستمرة، وتسود الضبابية حول نتائج هذه الاجتماعات، فهل تضمن حقوق المتضررين؟ وما دور القضاء في إنصاف المظلومين؟ تساؤلات عديده تطرح حول تعامل الجهات الممثله للقوات المدافعه عن طرابلس من هذه المشاورات وما مدى تمسكهم بثوابت المصالحه العادله دون الانجرار وراء معاهدات قد تمهد طريقا معبدا لوصول مجرمي الحرب الى سده الحكم